السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهاردة. ايه رأيكم بقى نعمل مع بعض كيكة البرتقال بصوص البرتقال التحفة ده؟ تعالوا كده معايا نشوف المقادير ونشوف عملنا الصوص ده ازاي. هتاكلي احلى كيكة برتقال بطعم مميز، طعمها خطير جدا. اول حاجة المقادير، هكون مقشرة 2 من البرتقال وهحطهم في دورق الخلاط وعليهم 2 بيضة، كوباية الا ربع من الزيت، وممكن تزوديهم معلقة من الزبدة، وكمان معايا كوباية من السكر، وهنخلطهم مع بعض في الخلاط. وبعد كده نجيب كوبايتين كبار من الدقيق عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليهم سائل اللي احنا عملناه في الخلاط ونقلبه بالشكل ده لما القوام يبقى معايا زي ما انتوا شايفين كده. اجهز بقى القالب معايا او اي صينية موجودة عندك، انا هعمله في القالب ده وهعمله في القالب التاني هتشوفوه دلوقتي الصغير، وهدخله الفرن. على ما الكيكه تستوي معايا هبدا اجيب بقى اعمل الصوص بتاع البرتقال. انا عصرت برتقانه في الخلاط وبعد كده احط عليها معلقه من النشا. طبعا وانا بعصر البرتقانه حطيت عليها معلقتين من السكر، وهبدا اقلب النشا في العصير واحط عليهم بس بشر بسيط كده من البرتقال، من قشر البرتقال، وهنقلبهم على البارد وبعد كده نحطه على النار. وهنطلع الكيكه دلوقتي استوت معايا بالشكل ده، وابدا ان انا هقلبها في الطبق، وفي الوقت ده تبقى جاهزة ان انا احط عليها الصوص اللي انا عملته. كيكة هشة وطرية جدا وريحتها تجنن. طبعا كيكة البرتقال معروف ان الريحة بتاعتها نفاذة جدا وطعمها حلو قوي. ده الصوص اللي انا عملته، زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه حلو جدا لان انا عملته بمعلقة من النشا. وبكده هتاكلي احلى كيكه برتقال بصوص ده تحفه، بيخلي طعمها حلو جدا وبيطريها وبيديها ريحه وطعم حلو قوي. ودلوقتي هبدا ان انا اقطع كده قطعه من الكيكه علشان تشوفوها من جوه، وطبعا التزيين ده بقى على حسب ما انت عايزه. انا قطعت شرايح كده من البرتقال وحطيتها على الكيكه بالطريقه دي، شكلها تحفة خطيرة جدا. الله بقى على الجمال وعلى الريحة، لونها وريحتها تجنن، طعمها حلو قوي. ما تنسوش بقى لما تجربوها وتعجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.